قل ما السنن التي تشرع عند ولادة المولود؟ هناك سنن عند المولود ولادته؟ الحمد لله هو حق كل نعمة، سواء كان ولدا أو كان رزقا من غير من غيره من أوجه الرزق التي يسوقها الله تعالى. وأما ما يتعلق بالمولود فلم يثبت فيه سنة من جهة الأذان في أذنه اليمنى واليسرى، ورد ذلك، لكن الأحاديث التي وردت فيه في إسنادها ما قال، ولو فعله الإنسان استنادا إلى هذا الأثر الوارد فلا بأس، لكنه ليس سنة لضعف الحديث الوارد، يؤذن في أذن ويقيم في الأخرى. ما يتعلق بالتحنيك وهو إدخال شيء من التمر المهروس أو العسل في 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 حنكه في أعلى في سقف فمه، هذا من العلماء من يقول إنه سنة، ومنهم من يقول إن هذا أمر طبيعي يفعل بالصغار لأجل أن يتقووا، والذي يظهر الله تعالى أعلم إنه أفضل ما يكون من مما يطعمه الصغار إذا التقى بهم الإنسان من هذا السن إذا تيسر ذلك. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحنك من يؤتى به من حديثي الولادة. شيخنا التحنيك هل يرتبط بكون الإنسان صالح أو الوالد؟ لا لا، هو ليس لا علاقة له بالشخص، هو علاقته بكونه نافع للبدن سواء من صالح أو من غيره. إلى البعض الناس يربطها بذلك، يربطها بالصلاح، كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك فيقول من كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاح والبركة، ما هناك أحد مثله، فلا يقيد هذا بشخص، إنما هو بفعل فيما يظهر والله تعالى أعلم. من السنن أيضا أن يعق عنه في سابعه وأن يسمى، هذا الثابت في حق المولود. والعقيقة شاتان للذكر وشات للأنثى، شاتان على وجه الاستحباب، فلو اقتصر على واحدة الأمر في ذلك مجزئ، لكن السنة أن يكون شاتان للذكر وشات للأنثى. أيضا من مما ورد أنه يحلق، ولكن الحديث في ذلك ضعيف، ويتصدق الضعف في أنه يحلق ويتصدق بوزن شعره شعر رأسه من الذهب، الحديث الوارد في ذلك ضعيف، ولو فعله الإنسان لا بأس به، لكنه ليس سنة. فالسنة الثابتة هي تحنيكه وتسميته في اليوم السابع والعقيقة عنه، وأن يختار له وأن يسمى في سابعه، أن يسمى في سابعه، ولو أنه سمي قبل ذلك بأن يكون الاسم قد جهز في فترة الحمل أو قبل الولادة فلا بأس بذلك، التسمية قبل لا إشكال فيها، لكن لا يؤخر عن سبع أفضل، لأنه يبقى بلا اسم إشكال يعني.